يمثل كثبان رملية، اللون الأخضر الفاتح المتنطع يمثل الوديان، ميدان راس دونيران يوفر المغترب تغذية. الى 30 بئوية. هي الثانية من المغترب الايسر. يا العمق مع الدفع. ايسر سيد. على مختلف التضاريس. مميزات المدفع الكوري K9، يتمتع المدفع بنظام توجيه متقدم يضمن دقة الإصابة في الأهداف. كما تتميز الجبارة بالقدرة على إصابة الهدف في الأول.
الرقمية المتقدمة كما تتميز بدرجة قوية نظام حماية متقدمة.